هذه السالفه نحكي بيها احنا بكل سنه، يمكن بهذا البرنامج انا حاكيها يمكن 3 مرات، كل سنه نحكيها مره قبل ما يصير هذا الموضوع ننبه عليه، نقول يا جماعه احنا مقبلين على موسم امطار، وطبعا الانواع الجويه العراقيه تعتبر متطوره وتنطينا احداثيات الجو والطقس بطريقه حلوه، يعني نعرف انه مثلا باكر اكو مطر فعلا تمطر الدنيا، هذا علم يعني مو لعب الموضوع. زين احنا الى متى تبقى تمطر الدنيا عندنا ويطب المي للبيوت وتفيض الشوارع والطلاب ما يقدرون يداومون والناس تتمرض والناس اكو مناطق صار بيها سيول واضطروا الناس الى ترك منازلهم والذهاب الى مناطق اخرى ومحافظات اخرى والنزوح الى اماكن اخرى واللي راح قاعد في فندق. شو وقت تمطر الدنيا واحنا نقول الله والله مطرت الدنيا والشارع فارغ ما بي مي ومطر خير ان شاء الله ونستفاد من هذا المي احنا؟ يعني شو وقت يحس المواطن العراقي الصور هاي تتابعوها من مدينة سامراء ويمكن المرة المليون اللي تغرق بيها سامراء وماكو اي فائدة، يطلع المواطن يناشد المسؤول، يطلب طلبات متواضعة وبسيطة، شبكات الصرف الصحي صار لها عشرات السنين، يا جماعة صار اكو يعني الامطار نسبة الامطار تغيرت، ترى الصرف الصحي بعد ما يتحمل هيك نسب امطار، عدد المواطنين بهاي المنطقة زاد، محتاجين إعادة نظر بموضوع الصرف الصحي، مشروع المجاري المفروض يصير اكو حل إليه، مناشدات كثيرة بكل القنوات، قناة سامرة يمكن مراسلينا العاملين بهذه بمكتب صلاح الدين يمكن يعني ما مقصرين الجماعة ينقلون معاناة المواطن وطلباته المسؤول، ولكن احنا ما نريد حل. يعني هسه لما غرقت المدينة تروح على المسؤول يقول لك انا شو اسوي؟ خواني عندي خواني ساحر. طيب احنا ليش ما عندنا نظرة مستقبلية يعني قبل ما يصير الموضوع هذا؟ ليش احنا بالصيف بالحر نفكر ونعرف انه احنا جاينا شتاء بالتالي راح تمطر الدنيا منطقيا ونسب الامطار كل سنة تزيد وهذا يعني المعمول به والمعروف وهاي بحوث مو من عندي كلام يعني بحوث علمية وتعرف كل سنة راح يصير اكو نسب امطار هاي القد ونعرف. زين ليش ماكو حلول؟ ليش ما احنا نفكر بحل المشكلة قبل ما نوقع احنا بالمشكلة؟ شو وقت نشوف حل لهذا الموضوع؟ المواطن يعاني وراح يظل يعاني الى ما احنا تلقوا له انتم يعني حل. نتابع هذه الصور او هذا الفيديو من احد شوارع سامراء بعد ما نزل المطر وفاضت الشوارع والمي دخل على البيوت ويعني للسياره يفوت المي يعني فحتى واحد ما يقدر يطلع حتى بالسياره. تابع هذا الفيديو المؤسف بصراحه ولنا عوده. يعني سبحان الله وأنا دا أحكي ويا حضراتكم أحد المواطنين من سامرة نفس الموضوع، هسه الصور حتى ما تبين لأنه نفس الصور داز لي ياهن ويقول إحنا نريد إنه تناشد باسمنا إنه يسوون لنا حل لأنه منطقة الجبيرية الثالثة مقابل الطاقة الكهربائية اللي من هناك راح يندل، لا يقدر الطالب يروح للمدرسة ولا نقدر نطلع من باب البيت بسبب المي إنه داخل عينة للبيوت. نريد أن تشوفون نحل. يعني المواطن اسمه محمد ياسين السامرائي. مو من عندنا الحكي يعني. فنتمنى أنه نلقي حل لهذا الموضوع بأسرع وقت. والمواطن بسامرة وببغداد وبالبصرة وبمحافظات خوب الجنوب يعني السيول شفناها يمكن. وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات السيول اللي تعرضت لها محافظات الجنوب.